ونشوفوا الزربيه اللي غتبقى لكم ب 99 درهم. ها هي ب 4000 ريال 3 بياس. ها انتم الاولى، الثانيه، ها الثالثه. 4000 من 10000 ريال ل 3000 ريال باش غتبقى لكم هذه اللوينات. ها انتم شوف على الزربيه. هما صحابنا الدراري ديال انز كان جاو تقداو زربيه. شحال تقديتي هاد الزربيه؟ ميرلف ميرلف جيتي. شحال واش تقديتو هاد الزربيه؟ 199 199. شحال من زربيه هنايا؟ ثلاثة البياسات ديال بيت النعاس. بالصحة والراحة. مرحبا بك خويا، الله يعاونكم. إذا مرحبا بكم وألف مرحبا. فيديو اليوم ديال الافتتاح، اليوم الافتتاح ديال المحل ديال الزرابي ديال أكادير انز كان، وبالضبط زنقة المدارس كما كتشوفوا هنا. زنقة المدارس اللي شافها ولا كيعرف العنوان ديال انز كان، هاد الجهة هنايا اللي جاي من جهه السوق او لا من جهه المحطه ديال انزكان. فاذا مرحبا بكم والف مرحبا. اليوم اجواء الافتتاح ان شاء الله، كيف ما وعدناكم الاثمنه، كيف ما شفتوا هاد الاخوان كانوا دايزين، خصت لهم زربيه من يديهم وسولتهم شحال باش خداوها باش تاكدوا من الثمن. فهنايا اليوم كاينه زربيه 3 بياس ب 199، وكاينه كذلك زربيه ديال 99 درهم. كلشي غتشوفوه معايا في الفيديو ديال اليوم. بالنسبه للافتتاح كيف ما وعدناكم مع الثلاثه، ولكن انا اليوم واقف دابا مع 12. هذه الناس جاو تبارك الله مع الصباح العشرة، الصباح المحل عامر تبارك الله. هادشي مازال كاع ما قالوا بسم الله، حتى هما ما بقاو كيديروا مع الكليون، قالوا ما كاينلاش نردهم، نقول لهم سيرتو ثلاثة. كاين اللي جاي من ميرلفت، كاين اللي جاي ضرب الطريق 60 كيلومتر، كاين اللي جاي من تيزنيت. فلهذا اليوم بنقول لكم بلي كاين ان شاء الله افتتاح غيكون زويون، واللي يزينوا ماشي غير لانيماسيون ولا تريتور ولا، فاللي يزينوا هو العروض اللي كاينة. إذا مرحبا بكم، نديروا معكم واحد الجولة خفيفة في المحل. يلاه سيدي محمد البلبل، ها هو اللي مبلبلها، هذا هو اللي مبلبلها في مراكش. الحمد لله. كيف هذه الامور؟ اللهم لك الحمد. شوف الصباح اخويا درنا معك نسمع الثلاثه، ولكن الحمد لله جانا صباح الخير. ياك ما عرفيني كيفاش داك اللي جا متيزني، كل اللي جاك الواحد من اكادير. داك الشيء اللي قلت لهم ما جاش تردو، نقول لهم سيروا الثلاثه. لا ماشي فعلا. على كل حال العشيه ان شاء الله راه كاين تريتور، كاين ماسيون قلنا، والعروض باديه من دابا. لا العروض باديه من دابا. نقول لهم العروض اللي كاينه، كاين الزربيات ديال 3 بياس. 3 بياس ها هي. نعم تقريبا راه شوف ديك اللي حطينا في الصباح ولا نشوفوا. الله يموري لي سيدي محمد ولا لي اخويا غزال. هذه هي 3 بياس اللي غادي تبقى هذه ان شاء الله. قلنا بشحال هذه؟ 199 درهم. غتبقى ب 4000 ريال 3 بياس. ها انتم الاولى، الثانيه، ها الثالثه. 4000 هادو ثلاثة غيبقاو لكم ب 4000 ريال. اللوينات اللي كاين فيهم كاين هذا الزرق هذا. اللوينات كاين البيج، كاين الكرونة، كاين هذا البيج هذا. كاين الكرونة. الكرونة كاين فيها شحال منهم تقريبا غيكون فيها اخي محمد؟ فيها واحد سبعة الألوان، وهي الكرونة شو شحال كاين الزواقة في هذيك الزواقة هذيك. نسولك على كونتيتي؟ لا كونتيتي مش كاينة موجودة. الناس ديال أكادير غيستافدوا منها، والناس ديال مارشتي كاين عندهم؟ الحمد لله. كاينة موجودة. إذا مرحبا بكم، هذه بالنسبة للزربية ديال 3 بياس. فإذا مرحبا بكم وألف مرحبا. ونشوفوا الزربيه اللي غتبقى لكم ب 99 درهم. ها هي 99 درهم. هذه 99 درهم. هذه تركيه هذه اخويا 200 درهم. هذه هذه تركيه. تركيه اه هذه تركيه. 5000 ريال قلت كدير 5000 المتر، اليوم 99. 99 درهم 100 درهم. دابا نقولوا دابا هذه الزربيه كامله، دابا كاين الزحام ما غاديش يمكن لنا باش نجردوها نجبدوها، ولكن هذه فيها 42 44 دابا كتاخذها ب 16000. 16000 ريال من 42 44000 ريال اليوم 16000 ريال 800 درهم. زربيه تركيه فيها 2 مترو 4 على 2 ولا 2 على 4. نعم اذا فيها لا كونتيتي فهادي خاي محمد. كاينه كاينه الخير موجوده. كاينه هادي موجوده. كاينه واحد الموديل اخر هو ديال 99 هادي هو اللي قايلها في مراكش ديال بصح. اسمحي لنا عفاك مدام. هادي كلها غتبقى لكم ب 99 درهم، فيها لوينات كثار، موديلات كثار، فيها العبارات مختلفين. خاي محمد هادي مثلا هاد الزربيه هادي كامله 2 على 3 تجيك 600 درهم. 600 درهم هادي كامله 600 درهم، يعني هادي ديال صالون ديال بارتمان تجي فيها مخيلك. هادي تجي صالون بارتمان مزيانه هاديك بالعكس، هادي اصلا داروا لها العبار والفصاله ديال الصالون ديال صالون ديال بارتمان. نعم اذا هادي غتقام عليكم ب 600 درهم اللي هي 12000 ريال، وكاينه فيها لا كونتيتي كثيره. حتى الناس ديال مراكش راه كاينه فيها لا كونتيتي كثيره. الناس اللي كيسولوا على مراكش فين جا المحل ديالهم، راه جا فين؟ في شارع العيون حدا البوسطه، حدا بريد المغرب. كتفوت بريد المغرب راه كتلقى المحل ديالهم. خي محمد هادي شفت قبيله كتكون ليها واحد الكليون، هادي زربيه اللي هي واعره. شوف هادي اخويا قلت لي اخر ما كاين ثاني. احسن ما كاين، ماشي اخر ما كاين، احسن ما كاين. نعم. هادي 500 درهم المتر. 500 درهم يعني 10000 ريال. 10000 ريال اليوم شحال باش تبقى هادي؟ 150 درهم. من 10000 ريال ل 3000 ريال باش غتبقى لكم هادي اللوينات. ها انتم شوف على الزربيه
ها انتم شعله زربيه غتبقى لك ب 150 درهم شي حاجه كاليتي نعم من 10000 ريال ل 150 درهم والميتراج على حسب الميتراج اللي بغيتو نتوما على حسب الديزاين والموديل واللون اللي بغيتو راه كاين فيه وراه كاينه فيها لا كونتيتي نعم اذا مرحبا بكم خي محمد كاين بزاف الموديلات بزاف ما يتشاف عرفتكم اليوم كاين الزحام عليكم وشويه معونين ولكن غتزيدني شي حاجه اخرى غتزيدني شي موديل اخر شوف ليا انت انت اخويا شوف شوف اللوز بكرك على المحفر ب 150 محفر هادي لا محفره هادي كلها واقيلا عزلتو انا كاين فيها هادي وكاين فيها هادي وكاين حتى هذا الموديل هذا حتى هذا الموديل شحال كانت تدير اخويا هادي هذيك تاع تاخذ بواحد 250 250 300 اليوم هذيك تاع تاخذ ب 400 درهم اليوم حتى هي ب 150 درهم 150 درهم تبارك الله نعم وكاين لونتيتا شتا هو هو هذا موجود شحال باقي وصاد اخويا 150 درهم من السوق شحال ساوي اونتيتاش معروف بواحد 400 درهم 400 درهم هذه اونتيتاش كاليتي مزيان وفيها القياسات اللي بغيتو لا القياسات اللي بغيتو راه كاين فيها كاين الكبار الصغار المويان السيجور اللي بغيتو راه غتلقاوها فيه ان شاء الله فاذا مرحبا بكم شوف ما غاديش نحرموا دابا الناس كيبغيو يتقداو كنحرموا فيهم التصوير سمحوا لينا بزاف غنخليكم دابا مع اجواء الافتتاح خليتكم على خير السلام عليكم